هل تجوز قراءة سورة ياسين عند القبور؟ لا تجوز قراءة ياسين ولا غيرها من القرآن عند القبور، لأن هذا عمل غير مشروع، لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، وإنما المشروع عند زيارة القبور الدعاء له بالمغفرة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور أو إذا مر بها يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو المشروع عند القبور إذا زارها، أن يستغفر لها للأموات وأن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. أما قراءة القرآن عند القبور فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. نعم.